التسميد دور مهم في تنمية الغذاء الطبيعي في مياه الحوض، والغذاء الطبيعي بيلزم لتغذية الأسماك خصوصا في المراحل الأولى من عمر الأسماك. تختلف معدلات التسميد من مزرعة لأخرى ومن حوض لآخر تبعا خصوبة مياه الحوض ومدى احتياج مياه الحوض للعناصر المغذية مثل النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم. التسميد بيوفر حوالي 35% من العلاف الصناعية في فترة الثمان أسابيع الأولى من موسم التربية. كمان بيساعدني بإنه بيحد من نمو الحشائش داخل الأحواض. الأحواض اللي بيتم تسميدها بتكون الزراعة بتاعتها بتمتاز بالقوة والحيوية مقارنة بالأحواض التي تعتمد على التغذية الصناعية فقط. لحظة التسميد بيتم الاسترشاد بقياس قرص الشفافية للتعرف على مدى احتياج مياه الحوض للتسميد. فإذا كانت قرص الشفافية من 15 ل 25 سنتي ده المرحلة اللي بسمد فيها. لو قرص الشفافية أكثر من 25 سنتي بسمد بالجرعة كاملة، لو قلت قرص الشفافية عن 15 سنتي ما بسمدش مطلقا. لو ما عنديش أجهزة قياس قرص الشفافية أو تحاليل مياه في المزرعة بتعرف على مدى احتياج المزرعة للتسميد من خلال بعمل جولة على الأحواض في الصباح الباكر. لو السمك على سطح المياه بوقف التسميد لأن الحوض معناها أن في نقص أكسجين في الحوض بوقف التسميد. في حالة اتباع برنامج التسميد في المزرعة بيفضل أن أنا ما غيرش المياه إلا في حالة الضرورة فقط، لأن مياه الحوض بتكون غنية بالغذاء الطبيعي وتغيير المياه بيهدر ما قد نميته في الأحواض. يراعى دايما في التسميد يكون في الأيام المشمسة، ما سمدش في الأيام الشبورة وما بسمدش في عند انخفاض درجة الحرارة. نستعرض مع حضراتكم برامج التسميد في المزرعة. البرنامج الأول هو التسميد على الشرائي، وده حضراتكم شفتوه في الفقرة السابقة اللي هي فقرة إعداد الحوض للاستزراع. البرنامجين التانيين المزارع بيختار ما بينهم حسب إمكانياته وحسب ظروف المزرعة وتوفر الأسمدة. البرنامج الأولاني إن أنا بستخدم السماد العضوي مع السماد الكيماوي بالتبادل. الأسبوع الأولاني بسمد سماد عضوي، الأسبوع الثاني بسمد سماد كيماوي، أو إن أنا ممكن أستخدم الاثنين مع بعض. في حالة استخدام كل واحد منهم منفصل بستخدم السماد العضوي معدل 75 كيلو جرام سبل الدواجن للفدان في الأسبوع. الأسبوع الثاني بستخدم السماد الكيماوي اللي بيكون في صورة يوريا 3 إلى 5 كيلو وسوبر فوسفات 10 ل 15 كيلو جرام سوبر فوسفات احادي للفدان، وبستمر بالتبادل ما بينهم الى نهايه ممكن استمر الى نهايه الموسم وليس فقط 8 اسابيع. في الحاله دي بقلل كميه العلف الصناعي، ده بيفيدني انه بوفر معايا في التغذيه الصناعيه، بوفر في تكاليف الانتاج في المزرعه. البرنامج الثاني ان انا استخدم السماد العضوي فقط لمده 8 اسابيع، وده في الحالة دي في أول 8 أسابيع لا ما استخدمش تغذية صناعية، أعتمد فقط على السماد العضوي. ببدأ الأسبوع الأولاني والثاني بمعدل 100 كيلو جرام للفدان، الأسبوع الثالث والرابع معدل 150 كيلو جرام للفدان، الأسبوع الخامس والسادس بمعدل 200 كيلو جرام للفدان، الأسبوع السابع والثامن بمعدل 300 كيلو جرام للفدان. ببدأ أعود السمك على التغذية في خلال فترة التسميد. في الآخر أسبوعين ببدأ أدي السمك كميات بسيطة من العلف للتعود على التغذية الصناعية، وده بيساعدني إن أنا ساعة ما أتوقف عن التسميد بكون الأسماك بدأت أوريدي تتعود على العلف وتستمر في النمو بتاعها. برامج التسميد ديت إرشادية وليست ملزمة للمربي، بيستخدم ما يعطيه أفضل نتيجة طبقا لظروف الموقع عنده. لكن دايما براعي عند التسميد إن أنا ما سمدش تاني، أكد تاني ما سمدش ومية الحوض متدهورة أو خاصة المية مش فيها مشاكل، في اخضرار أكتر من اللازم، في نقص أكسجين، ما سمدش غير في الأيام المشمسة عشان يكون الأكسجين بدأ يرتفع عندي في الأحواض وما يحصلش نقص أكسجين للأسماك، وفي نفس الوقت ما سمدش في فصل الشتاء عشان درجة الحرارة بتكون منخفضة ولا يتم الاستفادة من الغذاء الطبيعي. برضو ما سمدش أحواض فيها حشائش، لأن الحشائش بتستهلك المغذيات او الغذاء اللي موجود في السماد، فمن المحاذير التسميد ان انا ما سمدش احواض فيها حشائش، لان في الحاله دي غذاء السماد بيتجه للحشائش وليس لتنميه الغذاء الطبيعي بالاحواض.